بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة والطالبات من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي على قناة مستر عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية كمان حل التدريبات على مناهجك المختلفة. أما بالنسبة لطلبة الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي فمرحبا بكم على قناتنا الثانية قناة إنجليزي ابتدائي أند إعدادي مع مس هناء السمان. إن شاء الله النهاردة شباب لقانا مع طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي مستمرين مع كتاب المعاصر 2023 الوحدة الرابعة الدرس الثالث والرابع. النهارده ان شاء الله هنشتغل لك على الفوكابلري اكسس بتاعتها وهناخد معانا الميني تيست اللي جاي على الفوكابلري برضو. ان شاء الله بدينا مع اكسرسايز اون فوكابلري، العنوان عندك واضح جدا. بدايتنا ان شاء الله صفحة 295. بسم الله على بركة الله ونبدأ. بيقول لك في أول جملة It's important to be، من المهم أن تكون كذا، وجايب فراغ of the signs of burnout. ساينز بمعنى علامات، وبيرن اوت هو الانهاك الشديد والارهاق الشديد في العمل. طب نقول ايه؟ بليزد مسرور، كين شغوف، فل ممتلئ، اوير على درايه، هي اللي هناخدها اجابه. يبقى انت لازم تكون على درايه بعلامات الارهاق الشديد في العمل او الانهاك الشديد في العمل. اتنين بتقول لك اف يو ار، لو انت كذا، كمل فروم بيرن اوت، من الارهاق الشديد او الانهاك الشديد في العمل. يو كان اكسبيرينس، يمكنك تجربه او المرور بخبره كذا، الوت اوف ستريس اللي هو الضغط الشديد. يعني الواحد لو عايز اقول لك ايه، لو بيعاني مثلا من الانهاك الشديد في العمل، يبقى في الحاله دي هيلاقي عندي ستريس كتير اللي هو الضغط العصبي ده. فوربيدنج جايه بمعنى يمنع، جايه من فوربيد بمعنى يمنع شيء او يحظره. resulting جاي من result بمعنى ينتج عن، وعندي suffering بمعنى يعاني، و preventing بمعنى يمنع. هنقول suffering، لو انت بتعاني من البيرن اوت اللي هو الانهاك الشديد في العمل، يبقى في الحاله دي تلاقي نفسك تحت ضغط عصبي. ثلاثة تقول ايه؟ can you kindly، هل يمكنك وبعطف كده من حضرتك، لو سمحت حضرتك tell me what، من عطف حضرتك ممكن تقول لي what is كذا. Why does ده الجزء الأول من السؤال. Why does everybody look anxious؟ يعني الناس كلها كده ليه بقى باين عليها إنها كده قلقة؟ طيب what is إيه بقى؟ Feeling like، feeling like بمعنى يشعر بكذا أو يبدو كذا. Coping with بمعنى يساير. Adapting to، adapt بمعنى يتكيف مع، وعندي going on بمعنى يحدث. يبقى هو ده السؤال. قول له لو سمحت من عطف حضرتك كده ممكن تتعطف عليا حضرتك وتقول لي ايه اللي بيحصل، مال الناس كده كلها باين عليها ان هي قلقه. نحرك الشاشه عشان تبقى جمله رقم اربعه. هنا انا بقول لك فيها بي alert. بي alert هنا معناها بيقول لك ايه، كن يقظا، يعني خلي بالك كده. بي alert to the danger of looking at the tablet screen for too long. بيقول له خلي بالك، كن حذرا، كن يقظا من حكايه انك انت تقعد تبص في التابلت كده، الشاشه بتاعت التابلت، لساعات طويله جدا او فتره طويله جدا. The word alert هنا بقى، كلمه alert هنا اللي هي بمعنى يقظا او حذرا، ايه؟ فعل، verb، noun، اسم، adjective صفه، ولا adverb ظرف؟ هي كده صفه، بمعنى كن على حذر، كن يقظا، خد بالك زي ما بيقول، او كن واخد بالك. تمام كده؟ يبقى هو عايز منه ايه هنا؟ عايز منه صفه. يبقى هنا alert هنا بمعنى يقظ او حذر، ودي واخده شكل صفه. طيب جميل جدا. خمسه اقول لك ايه فيها؟ I am really، انا والله يا جماعه حقيقه كذا. كمل for your priceless support، لتأييدك ومساندتك التي لا تقدر بثمن. While I was facing some problems، اثناء ما كنت بواجه بعض المشكلات. طب هو كده ايه بقى؟ normal طبيعي، ولا efficient كف، ولا grateful ممتن؟ يعني ايه ممتن؟ يعني بيشعر ليك ب مثلا ايه، ان انت قدمت له خدمه، حاسس ان ليك عليه جميل زي ما بيقولوا الحاجات دي. سبيسيفيك معناها محدد. هو الشخص اللي بيتكلم ده جريتفول، ممتن، يشعر بالامتنان للشخص اللي عمل فيه خدمه وكان بيأيده وبيسنده اثناء ما كان عنده مشكله. ستة بلاي سموكينج اند ادكتنج تو دراجز، التدخين وادمان المخدرات، ربنا عافينا، هاف نيجاتيف، هاف نيجاتيف، عنده لهم ايه؟ سلبي. كمل اون بوث فيزيكال اند منتال هيلث، على كل من الصحه العقليه والبدنيه، ايه؟ تينيجر اللي هم المراهقين، ولا امباكت بمعنى تاثير، ولا سيلف اللي هي النفس او الذات، ولا سولوشن بمعنى حل. لا كده لها نيجاتيف امباكت، لها تاثير سلبي التدخين وكمان ادمان المخدرات. سبب ليه؟ A person who is flexible، الانسان المرن، مرن بقى by nature بطبيعته، will find it easy، سوف يجد انه من السهل to a changes، التغيرات، not to reject them، والا يرفضها. طب كده بقى ايه؟ demonstrate اللي ممكن تيجي بمعنى يتظاهر، وممكن تيجي بمعنى يوضح شيء،
ريمين بمعنى يبقى أو يظل، بيرسيف بمعنى يدرك، وعندي اكسبت بمعنى يقبل. الإنسان اللي هو بيوصفوه على إنه هو مرن تمام بطبيعته، بيقبل أي تغيرات أو أي تغييرات بتحصل وما بيرفضهاش. نتحرك مع الشاشة، بقول رقم 8 عنوان ولا فيه هاي بودي تمبريتشر، درجة الحرارة عالية، ربنا يعافينا، بتاعت الجسم اند دراي كاف، والكحة الناشفة زي ما بيقولوا، ار 2 اوف كورونا فيروس، حاجتين لهم علاقة بالكورونا، كومون ايه؟ دي حاجات ايه في الكورونا؟ alerts، كلمة alerts من هنا جاية بمعنى انذار، كأنها انذار، يعني لما يكون والعياذ بالله حد جسمه سخن جدا وربنا عافينا وعمل كح كح ناشفة، لأنها انذار على الكورونا. طيب ميموز اللي هي الميموز اللي هي المذكرات اللي ببعتها رؤساء العمل، وعندي روتينز مش محتاجة ترجمة، وفاكتورز بمعنى عوامل. لا، الكح الناشفة والسخونة في الجسم دي alerts، كأنها ايه؟ جرس انذار زي ما بيقولوا، بيقول ان هنا في كورونا ربنا عافينا. Winners are always، الناس الفايزة دايما ايه؟ كمل and hopeful، hopeful معناها مليء بالامل. طب بصفتهم ايه تاني مع hopeful؟ anxious قلقين، external بمعنى خارجي، عكسها internal داخلي، positive ايجابي ونيجاتيف سلبي، اكيد طبعا انا عايز صفة جيدة، صفة فيها ايجابية، يبقى positive مع hopeful، اجابتين قصدي صفتين للانسان الفايز او الرابح بطبيعته. نروح للجملة رقم 10، I couldn't، والله أنا لم أتمكن، أنا ما قدرتش، إيه يا عمي ده فايل، الملف أونتو المعاصر، على موقع المعاصر ويب سايت، because my laptop، لأن اللابتوب بتاعي was offline، ما كانش متصل بالإنترنت، يبقى أنت كده ما قدرتش تعمل إيه؟ behave يتصرف أو يسلك سلوك، identify يحدد، influence يؤثر، وأبلود بمعنى يرفع على الإنترنت، يحط حاجة على النت، يعني أنا زي ما بعمل بعد ما بسجل لك الفيديو ده، بروح أرفعه لك على الإنترنت، بعمل لك حاجة اسمها uploading. وهي دي اجابه الجمله بتاعتنا في 10. حرك الشاشه عشان تبقى جمله رقم 11 عنوانها، ونظهر لك معاها كمان بدايات الجمله في الصفحه الجديده. Are the frog throwing the mobile into the sea؟ throwing the mobile into the sea معناها انه يرمي الموبايل في الميه في البحر. When its battery، لما البطاريه بتاعتها went dead، went dead معناها فضيت تماما، كانها ماتت زي ما بيقولوا. During an important call، اثناء اتصال مهم جدا. طب ايه معنى، عايز ايه يقول ايه ده؟ felt like، شعرت كما لو كان، او وددت لو زي ما بيقولوا. coped with، سايره، سايره بالسين تمام، جاي من يساير يعني يواكب. وعندي adapt to، تكيف مع، وwent on، استمر فيه. هو هنا بقى I felt like بمعنى وددت لو. عايز اقول لك لما التليفون فصل معايا في مكالمه مهمه كان نفسي ارمي الموبايل في الميه. ادي المقصود بجمله. اتش بقول لك ايه؟ بين كونك كذا وجاء فرغ، اور اند دكتور، طبيب ماشي، او كونه حسب الكلام اللي هيجي. هيز كلينيك، العياده بتاعته از اولوز فول، دايما مليان، ربنا عافينا، اوف بيشنس من المرض، ماشي يا سيدي، ربنا يعافي الناس كلها، وهو يرزقه رزقه حلال، مش مشكله الحكايه. نورمال طبيعي، افشنت كوف، جريتفول ممتن، وسبيسيفيك محدد، افشنت دكتور كوف، وادعي كده ان العياده بتاعته دايما مليانه بالناس، زي ما قلنا ربنا يشفي الناس وبرضه هو يديله رزق. تعالى نتحرك الشاشه ونروح للجمله اللي بعد، جمله 13 في الصفحه اللي وراها، بيقول لك فيها small projects، المشروعات الصغيرة are a good، good معناها جيد، ايه هو اللي جيد؟ to the problem، لمشكلة، او unemployment، البطالة. طيب يبقى ايه دول؟ كويسة في ايه؟ ايه ده؟ teenager، مراهق، impact، تأثير، self، النفس او الذات، و solution، حل، هي دي. يبقى المشروعات الصغيرة هي الحل لموضوع البطالة. 14، ذا ريسيرش، البحث، جايب لي فراغ، ذا ريليشن، العلاقه، بتوين ايجنورنس، ما بين الجهل، اند تيرورزم، والارهاب. الموضوع مترجم يعني جمله مش محتاجه توضيح يعني. طيب ديمونستريتس بمعنى يوضح تمام، وعندي ريمينز يبقى او يظل، ريسيفز يتلقى، واكسبتس بمعنى يقبل. هنا بقى البحث بقى وضح، ديمونستريتس بينه العلاقه ما بين الارهاب وما بين الجهل، وما بين الجهل والارهاب، يعني الجهل يؤدي الى الارهاب. 15، ذا رايز، هو مترجمها خلاص، ارتفاع ان الليجال ميجريشن، اللي هي الشرع اسمها دي الهجره غير الشرعيه، از ا ريزلت اوف ايكونوميك، زياده الناس او زياده نسبه الناس اللي بتهاجر هجره غير شرعيه نتيجه الايكونوميك، ايه كلمه ايكونوميك؟ اقتصادي. طب نقول alerts بمعنى انذار، بمعنى زي ما قلنا من شويه، واحد يكون مدرك او واعي لشيء او متنبه ليه او يقظ، ولا ميموز اللي هي المذكرات اللي بيبعتها رؤساء العمل، ولا روتينز، ولا فاكتورز، فاكتورز عوامل. كلمه فاكتورز بمعنى عوامل، يبقى الزياده في نسبه الناس اللي بتهاجر هجره غير شرعيه دي نتيجه لعوامل اقتصاديه.
مشكلة في الداخل، مش لاقي وظيفة، مش ده بيروح، لا يا عم تعال ندور على رزقنا في حتة تانية، ادي المقصود. اي لايك ذا، انا بحب كذا، كمل يا عم، ابيرنس بمعنى مظهر اوف ذيس فيلا، الفيلا دي. طب الكلام لسه برضو مش باين، ات لوكس وندرفول. اه لوكس اللي بتكلم عن حاجة خارجية، عن الواجهة، عن الشكل الخارجي للشيء. anxious معناها قلق، external معناها خارجي، grateful ممتن، ونيجاتيف سلبي. يعني الكلمات دي معظمها احنا ترجمناها بكده كذا مره. هنقول external، هو هنا عجباء 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 المظهر الخارجي للفيلا، يعني منظر الفيلا من بره، الله 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 الله، امال لما الجمال ده كله من بره، امال لما ندخل الفيلا دي تبقى عامله ازاي؟ ادي الكلام. نروح جمله 17 بيقول لك فيها يور سيلف امير، نفسك يا امير. ايه نفسك يا امير دي؟ You are too old to be so childish. يا عم انت كبرت على امور العيال دي، يبقى انت بتقول له ايه؟ Behave yourself. يا عم طبعا الكلمه صعبه بالعربي، ترجمتها يعني مش حلوه يعني. يا اخي اتأدب شويه يا اخي، ده عيب عليك يا اخي، انت كبير على الكلام ده. ادي الجمله حرفيا يا شباب، ما تتقالش غير كده. Identify بمعنى يحدد شيء او يعرفه، influence يؤثر، واخيرا upload احنا لسه قايلها من شويه، يضع على الانترنت او في الانترنت. 18 بيقول It took me a long time، استغرقت وقت طويل جدا، to get فراغ the burning summer sun، شمس الصيف الحارقة. فين يا عمي؟ في أسوان. طيب feel like بمعنى يود، help with يساعد فيه، adapt يتكيف معه، go يستمر فيه، adapt. بقول لك ده أنا خدت إيه؟ فترة عشان أقدر أكيف نفسي مع حرارة الصيف المولعة في مدينة أسوان. في الجملة الأولى it is، إنه كمل يا عم، ذات إني a child asks، إن الطفل يسأل too many questions، أسئلة كتيرة لسه مش عارفين. That's one of their means to discover the world، دي واحدة من أساليبهم لاكتشاف العالم. طيب يبقى كده هو بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن normal طبيعي، ولا efficient cough، ولا grateful ممتن، ولا specific normal، عشان تبقى it's normal، من الطبيعي إن الأطفال الصغيرين، تمام، نقولها تاني، اتس نورمال، من الطبيعي ان الاطفال الصغيرين يسالوا اسئله كتيره، ودي هي طريقتهم في اكتشاف العالم فيما حولهم. نورمال في جمله 19 اجابتنا الوحيده الصح. اشوف لك فيها روداينا از نوت هير، روداينا از نوت هير يوجوال تشيرفول. روداينا مش في العاده بتاعتها، او مش العادي اللي هي عليه، تشيرفول بمعنى مبتهج، لسه الكلام ما خلصش. شي لوكس انهابي، يبدو عليها انها غير سعيده. طيب يبقى هنا هو ايه؟ تينيجر، مراهق، ساين بمعنى علامة أو إشارة أو لافتة، سيلف النفس أو الذات. وعندي سولوشن بمعنى حل، أنا هضيف الكلمة سيلف للمصطلح اللي قدامك اللي هو إيه؟ اللي هو الصياغة دي، لما أقول لك فلان إز نوت هيز أو هير يوجوال سيلف، يعني دي مش طبيعته. يعني الفلان ده، الشخص ده مش في طبيعته، وبيدي له صفة، إيه هي طبيعته؟ إن هو تشيرفول، إن هو كايند، إن هو ما أعرفش إيه، وبيديك مبرر الكلام ده في جمله جديده يشرح الجمله اللي قبلها. فبيقول لك رودينا مش في طبيعتها المبتهجه البشوشه، شكلها بيقول ان هي ايه؟ ان هي مش سعيده. واحد جمله بيقول لك فيه It wasn't normal، لم يكن من الطبيعي for such a noisy baby، لطفل بمزعج زي ده، الواد ده مش طبيعي، ده الواد ده اساسا مزعج، ان هو يبقى ايه؟ سايلنت. الله، ايه اللي عايزه مع سنه؟ demonstrate، يوضح، يبين، يتظاهر، remain، يبقى، يظل، بيرسيف احنا قلنا عليها من شويه، يدرك، وعندك بيرسبشن هو الادراك، اكسبت بمعنى يقبل. الواد ده مش طبيعي انه يبقى ريمين، انه يظل في حاله السكوت اللي هو فيها، ده عيل مفضفض وفجري. فطبعا مستغربين هم ايه اللي حصل. هنحرك الشاشه بجملة 22 عنواننا، وجولة فيها ماي ديلي، ايه اللي يومي عندك؟ ستارتس، بيبدا ات 6 ان ذا مورنينج، 6 صباحا، اند اندز ات 11 بي ام، وينهي 11 مساء. اليرت ولا ميمو ولا روتين ولا فاكتور، كلهم ترجمناهم، احنا عايزين كلمه روتين. الروتين بتاعه اليومي بيبدا من 6 صباحا وينتهي 11 مساء. 23 بيرنتس، الاباء كليرلي انفلونس، بوضوح جدا، بوضوح شديد جدا، بيأثروا على ذا تشيلدرن، ماشي، على الاطفال، ماشي. الكلمه اللي احنا عايزينها انفلونس، ذا وورد انفلونس ان ذيس سنتنس از انفلونس بمعنى يؤثر، بيرنتس كليرلي انفلونس، بيؤثر، يبقى ده فعل يا باشا، اسمه فيرب، نون يعني اسم، ادجكتيف صفه، وادفرب يعني ظرف. في 24 يقول لك بيرن اوت، الانهاك الشديد جدا في العمل، هاز اور ان، له ايه امباكت، تاثير اون يور منتال هيلث، على الصحه العقليه، او بيقولوا عليها الصحه اللي النفسيه الذهنيه، زي ما انت عايز تترجمها ينفع كله. انكشوس المعنى الحرفي ليها قلق، اكسترنال لسه قايلين شويه، خارجي بوزيتيف ايجابي، ونيجاتيف سلبي، وهي اجابه البيرن اوت، بيعمل
نيجاتيف امباكت على الصحه العقليه والنفسيه. 25 يو كانت ديناي، لا يمكنك ان تنكر هاو ستريس، كيف للضغط العصبي والنفسي وكيف فراغ يور منتال هيلث بادلي، الصحه العقليه والبدنيه عندك بطريقه سيئه. بيهيفز بمعنى زي ما بقول لك ايه، بيهيفير سيلف معناها هذب من نفسك كده، وتيجي معنى الحرفي اللي يستخدم الذكاء فعل بمعنى يسلك سلوك معين او يتصرف بطريقه معينه. ايدنتيفايز يعرف، انفلونسز يؤثر، وابلوزيشن على الانترنت يرفع الانترنت. هنا بقى ايه انفلونسز، هنا بيقول لك ما تقدرش تنكر ان البيرن اوت تمام كده او الاستريس تحديدا، هو جاب هنا الاستريس مش جاب بيرن اوت، الاستريس له انفلونس على الصحه بتاعتك عموما. فكش شويه علشان تظهر معانا الجمله 26، وناخد معاها كمان رقم الصفحه تبقى شايفه 26 في عمرو ماله عمرو. كوايت ويل، كوايت ويل معناها جيد الى حد ما، از ا كابتن اوف ذا تيم، ككابتن للفريق. طيب فيلت لايك بمعنى ود كذا، اللي او يفيل لايك معناها اود نفسي اعمل كذا. كوبت بمعنى سايره، وعندي بعد كده ادابت ادوبتد. في فرق ما بين ادابت وادوبت، ادابت يتكيف، انما ادوبت يتبنى، تجيب حد تتبناه كابن ليك. وانت بمعنى ذهب. طيب عمرو كوبت كوايت، كوبت كوايت ان معنى تعامل مع الموضوع يعني، او ساير الموضوع، او كان كابتن كويس للفريق. في 27 I was asked to give، طلب مني ان، give هنا المعنى الحرفي ليها يعطي بس شويه ديني. examples امثله، which persuade them، تقنعهم that what I was what I said was right، ان اللي قلته كان صواب. طب مطلوب منه انه يدي ايه؟ warm examples امثله دافيه، anxious examples امثله فيها قلق او قلقه، grateful ممتن، و specific محدد specific. قالوا له يا عم ادينا امثله محدده تقول ان اللي انت بتقوله ده صح. الظاهر هو حد كان بيتكلم مع حد عن حاجه معينه، طب عم ادينا دليل زي ما يقول. 28 بدا فراغ، يوجوالي object to elderly authority. مين اللي بيعترض على سلطه الكبار؟ مين؟ تينيجرز المراهقين، ولا امباكتس تاثيرات، ولا سيلفز اللي هي جمع كلمه نفس انفس يعني، سولوشنز حلول. تينيجرز المراهقين دايما هم اللي متمردين على الكبار. صلاح ووز، هل صلاح يقصد بيها محمد صلاح؟ هيبان من الجمله. از تالنتد بلاير، تمام يقصد بيها محمد صلاح كلاعب موهوب. وين هي ووز ا ليتل تشايلد، لما كان طفل صغير. طيب ديمونستريتد تمام بمعنى تظاهر، ريميند بقى او ظل، ريسيفد بمعنى ادرك، او هنا فيها مبني المجهول يبقى ادرك انه يعني الناس ادركت. وعندي ايه بعد كده؟ اكسبتد، جاي من اكسبت، اكسبت بمعنى يستثني كذا. صلاح was perceived as بمعنى أدرك أنه، يعني الناس الكبيرة أدركت إن محمد صلاح موهوب منذ البداية. في تمرين، مستر أيمن السيد، نحن عمي ماي بوس، رئيسي في العمل، بيقول لك مين مستر أيمن ده؟ سنت مي أرسل لي إيه أباوت ذا ميتنج، بخصوص الاجتماع، بعت له أليرت، رسالة فيها رسالة تحذير، أو هي مش تحذير بمعنى إنذار يعني، رسالة تذكير زي ما بيقولوا، ولا بعت له ميمو مذكره من اللي بترسل من رئيس العمل للموظفين بتوعه، ولا روتين، ولا ايه مع بعض. هنا رئيس العمل ينفع يبعت الموظف بتاعه بخصوص الاجتماع، يبعت له اليرت ويبعت له ميمو. طب كده الاثنين ينفعوا، هتلاقي نفسك رحت عند الاختيار الاخير اللي بيقول لك ان اي وبي ينفع. نحرك الشاشه ونبدا نروح للبينيتس. احنا قلنا خلاص هنضم، او احنا خلاص بدانا نضم ايه الفيديوهات مع بعضها عشان ما نخليهاش كتيره في الفوكابلري كتير ده، بنضمهم مع بعض. نبدا مع الميني تيست الاولاني، وده موجود قدامك اهو، الصفحه ظاهره مش محتاجه كلام. جاي الكلاسيفيكيشنز المتلازمات اللفظيه، ودي قبلها باسطور يعني. بيقول لك في الجمله الاولى اي ام ستيل ثينكينج، انا لا أزل... انا لا زلت افكر، الموضوع لسه شغال في دماغه. اي هافنت ايه اي هافنت ايه اكشن يت. عايز اقول لك هنا هو ايدنتيفايد المعنى الحرفي اللي حدد، تيكن بمعنى اخذ، بيرسيفد بمعنى ادرك، وعندي جود بمعنى حصل على. انت عندك حاجه اسمها تيك اكشن، عايز اقول لك اتخذ قرار يعني. والله يا جماعه لسه دلوقتي ما قررتش، انا اقول لك اي هاف ديسايدد ات يعني، كانه كده يعني. يو هاف نو تشويس بات تو، ليس لديك اختيار ولكن انك انت تعمل ايه بقى، ذا تشينجز التغييرات. ذير از نوثينج يو كان دو، فيش حاجه في ايدك تقدر تعملها. طب انت كده بيرسيف يدرك، ولا ميك بمعنى يصنع، ولا اكسبت يقبل، ولا دو، انت كده ما قدامكش غير انك انت اكسبت تقبل التغييرات، لان مفيش حاجه في ايدك تقدر تعمل. حرك الشاشه ونروح للجمله اللي بعدها، ودي في صفحه جديده طبعا.
have كمل يا عم. all my final exams كل امتحانات النهاية with full marks بدرجات نهائية الحمد لله. followed معناها اتبع، looked بمعنى ليها اكتر من معنى، look تيجي بمعنى يبدو، تيجي بمعنى ينظر، حاجات كتيرة جدا ومع حرف الجر راح تتغير. moved بمعنى تحرك، وpassed بمعنى اجتاز، هو اجتاز نجح يعني. في أربعة the reasons of، أنا طبعا معترض على حرف الجر of لأن reasons المفروض the reasons for، أنا معترض على ال of دي، وطبعا لازم اعتراض يكون واضح جدا. the reasons تبقى for، إنما the causes هي ال of. تمام نكمل الكلام بتاعنا. the problem have already been، هو عايز أقول لك إن أسباب المشكلة بالفعل تم إيه؟ identified، تم تحديدها، مش taken أخذت ولا received تلقت ولا جود حصل على. The new owner المالك الجديد وجايب للفراغ some changes بعض التغييرات أو to the decoration على الديكور أو the flat بتاع الشقة. طيب it looks a bit different now، هي دلوقتي تبدو مختلفة إلى إيه؟ إلى درجة بدرجة طفيفة سكوة. perceived ولا made ولا accepted ولا did، أنت عندك حاجة اسمها make changes بمعنى يحدث تغييرات. في جملة ستة my father's advice is always، نصيحة بابا دايما إيه؟ by me without any discussion، بواسطتي بدون مناقشة، يبقى أنت كده إيه؟ أنت بتتبعها، يبقى is always followed، يعني أنا النصيحة اللي أبويا بيديها لي على طول بتبعها. looked لأ، moved و passed، مش محتاجين ترجمة، إحنا قلناها قبل كده مليون مرة يعني، لو صعبين كنا ترجمناهم بقى. طب نحرك الشاشة تبقى الجملة سبعة يا عنوانا. the change is clear enough، التغيير واضح جدا for everybody to إيه؟ pass يجتاز، تيك يأخذ، perceive يدرك، accept يقبل. perceive التغيير واضح جدا، سهل جدا الناس تدركه وتلاحظه، خليها كده. أيوة قبل الفراغ like a bridegroom، أنا كذا زي ما يكون عريس زي ما بيقولوا. in my new suit في البدلة الجديدة، يبقى أنت كده إيه؟ perceive ولا make ولا accept ولا feel. feel I feel like، أشعر كما لو كنت، ده أنا حاسس نفسي عريس في البدلة الجديدة دي. طيب يا سيدي ألف مبروك. I got tired of، أنا سئمت زهقت من إيه؟ houses. houses معناها منازل، طب إيه دي؟ I wish I could have my own flat، نفسي يبقى عندي شقة بتاعتي. يبقى هنا هو زهق من إيه؟ زهق من حاجة اسمها moving houses، معناها التنقل ما بين المنازل، يعني كل شوية يروح يقعد له في حتة، تمام؟ زهق عايز يبقى عنده شقة بتاعته. في عشرة ولا all my family members، كل أعضاء الأسرة بتاعتي are، جايب فراغ together سويا to discuss my sister's marriage offer، عشان يناقشوا عرض الجواز اللي جاي لأخته. identifying بمعنى يحدد شيء أو يعرفه، taking يأخذ أو يتناول، perceiving بمعنى يدرك، و getting بمعنى يحصل على. الله، لكن أنت عندك حاجة اسمها get together، get together هنا معناها مختلفة يا باشا، معناها meet، يلتقوا يجتمعوا يقعدوا مع بعض علشان يشوفوا العرض إيه بتاع الجواز اللي جاي لأخته. طيب حركنا الشاشه شويه عشان نروح للميني تيست التاني، وده اخر ميني تيست موجود على الفوكابلري للوحده 4 الدرس 3 و4 من المعاصر 2023. ادي كل اللي انت عايز تعرفه قلناه. اكسبريشنز تعبيرات، بريبوزيشنز احرف جر، وجايب معاها ايديمز، طب مصطلحات. نكمل ويقول لك في اول جمله بس عامل فيها accepting changes، قبول التغييرات، نورمال، نورمال معناها طبيعي، helps us يساعدنا adapt to conditions well، أن نتكيف مع الأوضاع بطريقة حسن. طيب إيه؟ by normal ولا from ولا like ولا as المقصود بالجملة على بعضها قبول التغيرات اللي بتحصل بطريقة طبيعية as normal، يعني بطريقة طبيعية هيخلي الدنيا ماشية معاك حلو. في go كذا ماشي أحمد، الكلام مش باين. Don't let anything stop you achieving your goal. لا تدع أي شيء يوقفك، يمنعك من إنجاز هدفك. يبقى go on، استمر. ما ينفعش أقول له out، لأن لو go out تطلع بره. ولا go in، go in كان بقول له ادخل. go up بمعنى يصعد أو يتجه في اتجاه الأعلى، لكن go on بمعنى استمر، خليك زي ما أنت ماشي في طريقك. I am really grateful، أنا والله ممتن ويعني امتناني حقيقة يعني ممتن جدا زي your useful support. I am really grateful for، أنا ممتن من أجل كذا. نحرك الشاشة بقوم رقم أربعة هي عنوانا، وبيقول لك فيها I want to set، أنا أود أكمل a new Windows 11 version. set up
دايما اقول لك يا عم انا عايز اسطب، حتى من وانا بعرف يا عم انا عايز اسطب ويندوز جديد على الجهاز بتاعي ده، الويندوز القديم ما اعرفش ايه عم حصل له ايه. يبقى سيت اب اللي انت بالعربي تقولها يسطب. ايه معنى يسطب هنا؟ سيت اب هنا معناها معنى انك انت هتضع برنامج على جهاز الكمبيوتر بتعمل له عمليه ضبط وانشاء زي ما بيقول. طب I hope I will be able to، أتمنى أن أكون قادر على وجه فراغ for doing some useful hobbies، لأداء بعض الهوايات المفيدة. طيب look forward بمعناها تطلع إلى، make time يوفر وقت لي، make up بمعنى يختلق، واللي بتحط الست بتحط في وشها make up برضه، وعندي going to يدخل إلى كذا. طب I hope I will be able to make time for، أتمنى أن أقدر أوفر وقت لممارسة بعض الهوايات المفيدة. الحركة اللي احنا عملناها في تحريك الشاشة انت عارف القصد منها ايه اكيد. I haven't adapted وجاء فراغ living here yet. ايه حرف الجر هنا اللي هيجي مع adapted؟ I haven't adapted to، انا لم اتكيف بعد مع الحياة هنا، ما ينفعش لا اوت ولا ان ولا اب. I have written، انا كتبت وجاء فراغ here 3 times، 3 مرات. الكلام لسه هيبان بعد حرف الجر. but she won't reply، ولكنها لم ترد. يبقى هنا هو ايه؟ عندك حاجه اسمها write to، عايز اقول لك بعت لها كتبت لها 3 مرات لكن مفيش رد. اللي بعدها a good citizen، المواطن الصالح، is aware، على درايه of، aware of the dangers، على درايه بالمخاطر that threaten their country، التي تهدد البلد. في 9 just focus، يا عم ركز بس كذا، what you are doing، على اللي انت بتعمله، and everything will be okay، والدنيا هتبقى تمام. focus on يركز على كده. شباب يكون انتهى تدريبات الفوكابلري اللي جايه عدسة 4 من الوحده 4، لكن تدريباتنا معاك ان شاء الله في المنهج لم ننتهي بعد ان شاء الله. انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغه زي مستر عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.